خدنا التوصيلات دي كلها، انت هيبقى عندك حاجتين: قوانين المكثفات والملفات. سهله بالنسبه لك ولا صعبه؟ المكثفات والملفات عارفينها ولا مش عارفينها؟ هخلي المعيد يديكم عليها مسالتين على الاندكتور ومسالتين على الكباستر. الجزء اللي هيبقى شغال معايا هنا وبتكلم في الباور ان اي سي سيركتس. الباور ان اي سي سيركتس اللي هو الباور ان الترنيتنج كارنت سيركتس، اللي هو هتكلم عن الباور تريانجل اللي هو مثلث القدره. مثلث القدره عندي بيبقى فيه عندي ثلاث انواع من القدره. ثلاث انواع من ايه؟ من القدره. ايه هم ثلاث انواع؟ قال لك انا عندي القدره الاولانيه اللي هي بيسموها الابيرنت باور. الابيرنت باور اللي بيسموها القدره الظاهريه، برمز لها بالرمز ايه؟ اس. برمز لها بالرمز ايه؟ اس. اس ايكوال وات؟ ايكوال فولتج ملتبلاي كارنت. الابيرنت باور بتساوي ايه؟ من عند الاس هنا ايكوال ايه؟ ايكوال في في اي، ايكوال الفي في الاي. الوحده بتاعتها ايه؟ اليونتس بتاعتها ايه؟ فولت امبير. اليونتس بتاعتها ايه؟ فولت امبير. عند الباور الثانية اللي هي بيسموها الاكتف باور. الاكتف ايه؟ باور. الاكتف باور دي بيرمز لها بالرمز بي. البي ايكوال وات؟ في ملتبلاي اي ملتبلاي كوزاين فاي. الوحدة بتاعتها اليونتس بتاعتها الوات. اللي بعد كده القدرة اللي بعد منها بيسموها القدرة غير الفعالة اللي بيسموها الرياكتف باور او الرياكتف باور. الرمز بتاعها السيمبل بتاعها بيرمز له بالرمز كيو. الكيو ايكوال وات؟ في في اي في ساين فاي. ده بيسموه التريانجولار باور. تريانجولار ايه؟ باور، اللي هو مثلث القدره. مثلث الايه يا اولاد؟ ده طبعا عندي التوتال المحصله بتاعته ان هنا ان عندي الاس بتساوي الفي في الاي، عندي البي بتساوي الفي في الاي كوساين فاي، عندي الكيو بتساوي الفي في الاي ساين ايه؟ ساين فاي. طيب عندي هنا ده بالنسبه لمثلث القدره، ممكن اجيب لك عليه بعض المسائل طالما انت خدت قانون، وبعد كده هتكلم في الباور فاكتور اللي انا هنزل عليه دلوقتي. وهنا قال لك ايه يا اولاد؟ قال لي ان انا عندي في الباور فاكتور كوريكشن، ان انا ازاي اعمل عمليه اوبتمايزيشن، اعمل عمليه اوبتمايزيشن، عمليه تحسين للباور فاكتور، ان انا ازاي احسن معامل القدره، ازاي احسن ايه؟ معامل القدره. قال لك هنا ايه؟ ان انا عندي مجموعه من اللودز او الاحمال. مجموعه منين يا اولاد؟ من الاحمال. قال لك بص ان انا عندي هنا ايه؟ ده عباره عن لود، ده حمل، ده عباره عن فولتج سورس، ده مصدر جهد. داخل عندي في ايه؟ في كرنت. الكرنت ده مسمينه ايه؟ اي واحد او اي توتال بتاع. هنا قال لك ايه؟ الحمل هنا بيكون في عندي زاويه ما بين الجهد والايه؟ والتيار. زاويه ما بين الجهد والايه يا اولاد؟ والتيار. طبعا احنا قلنا عشان نحسن معامل القدره او معامل اللي هو الباور فاكتور، ان انا بعمل كونكشن كباسيتور بيكون بارالل مع اللودز، بيكون بالتوازي مع الحمل. بالتوازي مع ايه؟ مع الحمل. زي ما هو هيحطه لك فين هنا؟ ده الحمل. عشان احسن الباور فاكتور يا اولاد، حط هنا كاباسيتور بارلل مع مين؟ مع اللودز. بارلل مع مين؟ اذا عشان اقلله اخليه بيساوي ايه؟ واحد. يعني بيساوي واحد يعني الزاويه بتاعته بتساوي صفر، زاويته بتساوي ايه؟ صفر. لذا انا باجي لما اجي ارسم عندي المتجهات بتاعته هنا ايه؟ طيب هو هنا يا اولاد يبقى احنا اتفقنا عشان احسن معامل القدره لابد ان الزاويه دي تكون عندي بتساوي ايه؟ صفر. هي بتساوي كام؟ عشان اخليها صفر هو عايز يحسب هنا سعه المكثف سي بتساوي كام؟ واتفقنا ان هنا التيار اللي داخل هنا هيبقى اسمه ايه؟ اي 2. خلي بالك احنا عندنا هنا ايه؟ تيار هيبقى مقابل للزاويه والوتر والمجاور للايه؟ للزاويه. المقابل عندي دايما بيكون ايه؟ ساين فاي. معنى كده هنا ايه؟ ان الاي سي ده هيكون مقابل للزاويه اللي هي مين؟
فاي واحد. فاي ايه؟ فاي واحد. لان انا هفرض دلوقتي ان فاي اتنين دي عندي بتساوي ايه؟ زيرو. فمعنى ان هي بتساوي زيرو يبقى ده كده هيطلع فوق، هيمشي انفيز مع الفولتج، هيمشي انفيز مع ايه؟ مع الفولتج بتاعي. اذا ان هنا ان الاي سي هتساوي ده مقابل للزاويه والوتر بتاعها عندي اسمه اي ايه؟ اي واحد. واي اتنين هيبقى انفيز مع الفولتج سورس. So ان الاي سي هنا هيساوي ايه؟ ايكوال وات اي واحد ساين فاي واحد. صح يا اولاد ولا لا؟ يبقى الاي سي هيساوي ايه؟ اي واحد ساين فاي ايه؟ واحد. انزلي بقى تحت هنا بص عليه، يبقى انا عشان اجيب ايه؟ لابد ان انا اجيب الزاويه اللي عندي اللي هي مين؟ فاي. فقال لك هنا ايه؟ هجيب الاول ايه؟ اجيب الزاويه منين؟ ان انا هجيب المعوقه الكليه او الامبيدنس ايكويفالنت. يبقى الزد هنا هتساوي ايه؟ جذر التربيعي اللي هي 6 تربيع بلس 8 ايه؟ منها ان انا عشان اجيب الانجل بتاعتي هتساوي ايه؟ تان ماينس 1 8 بلس ايه؟ ليه يا اولاد؟ لان ده تخيلي فبقى مقابل، والار الاولاني عباره عن الجزء اللي هو خاص بالريزيستنس هيبقى مجاور للزاويه، مجاور للايه؟ وانا عندي ان تايم ماينس 1 بيساوي المقابل على المجاور، لمين؟ للانجل بتاعتي اللي هي الزاويه. اذا ان فاي هتساوي ايه؟ تان ماينس 1 8 على ايه؟ على 6. يبقى انا كده جبت مين يا اولاد؟ الفاي بتاعت الزد ال اللي هي الزد ايكويفالنت. زي انا ما قلت لك هنا ايه؟ الراجل المحترم ده هيفرق عندي هنا ان الزاويه فاي 2 بتساوي ايه يا اولاد؟ زيرو، والاي سي ده مقابل للزاويه تحت فاي 1، وانا جبت هنا فاي ايه؟ فاي 1. يبقى اي سي هيساوي الاي 1 ساين فاي ايه؟ ساين فاي 1. فاي 1 اللي انا جبتها منين؟ اللي انا جبتها اللي هي تان ماينس 1 8 على ايه؟ 8 على 6. يبقى هنا انا طلعت مين؟ طلعت الاي سي. طلعت مين يا اولاد؟ الاي سي. الراجل المحترم ده هيقول لي هنا ايه؟ طبعا عند الفولت سورس اللي موجوده عندي هو مديني ليها زاويه؟ اه زاويتها كام يا ولاد؟ صفر. وانا عندي هنا ايه؟ عندي ان الاي سي بتساوي ايه؟ الاي سي اللي موجوده دي بتساوي ايه؟ الاي سي عموما بتساوي الفي على مين يا ولاد؟ والاكس سي اللي هي بتساوي ايه؟ واحد على مين؟ اوميجا ايه؟ اوميجا سي. معنى كده ان انا هشيل اكس سي وتبقى عندي واحد على ايه؟ جي اوميجا ايه؟ سي. صح يا اولاد ولا لا؟ طيب معنى كده ان انا عشان اجيب السي دي هتبقى ايه؟ عشان اطلعها فوق هتجيبها من القانون ده؟ ما هو ده كده عباره عن ايه؟ امبيدنس كاباستور اهي. ده عباره عن ممانعه سعويه. دي ممانعه ايه يا اولاد؟ سعويه. انا فصصتها ليه الاوميجا في سي؟ عشان اجيب منها مين؟ اجيب منها السي. لو انت تهت خالص اضرب وسطين في ايه؟ في طرفين وهتصفيها تطلع معاك الايه؟ السي. تعالى هنا بص، انا عندي هنا ايه؟ ان الاي سي اهي هتساوي الفي على مين؟ ناقص ليه؟ لان التيار بيتقدم ايه؟ في حاله المكثف بيتاخر ولا بيتقدم؟ ده بيتقدم. يبقى بتاخر الزاويه بتاعته بتكون ايه؟ سالب. الزاويه بتاعته بتكون ايه يا اولاد؟ سالب. يبقى هنا هيبقى ايه؟ سالب واحد على ايه؟ اوميجا ايه؟ اوميجا سي. لما مقام المقام بيبقى بسط يا اولاد، مقام المقام في الرياضه بيبقى ايه؟ يعني كده ايه؟ في على واحد على اوميجا سي، يبقى هيبقى هيساوي في في الاوميجا ايه؟ سي. الزاويه عندي بتاعته هتبقى كام؟ هل هتبقى 90 ولا سالب 90؟ هي تحت سالب 90، بس لما تطلع فوق هتبقى بكام؟ هتبقى ب 90. اذا ان السي هنا هتساوي ايه يا اولاد؟ هتساوي الاي سي على الفي في المين؟ في الاوميجا. السي هتساوي ايه؟ الاي سي على الفي في المين؟ اهو يا اولاد دي حاجات رياضيه عارفينها ولا ايه؟ هتقسم هنا على في اوميجا وهتقسم هنا على في اوميجا. الاي سي هو جابها فوق، الاي سي هو جابها فين؟ فوق. جابها منين؟ جابها من المقابل على الوتر اللي هي من الزاويه دي. راحت فين؟ اهي. هنا قال ان اي سي هيساوي اي واحد ساين فاي ايه؟ ساين فاي واحد. وساين فاي واحد جابها منين؟ جابها من الامبيدنس ايكويفالنت. عوض فيها. نزل تحت هنا هيجيبها منين بقى؟
هيجيب السي من الايه من الاي سي اللي هي في على اوميجا سي، هيعمل وسطين في طرفين او هيطلعها فوق مقام المقام باص، يبقى هيجيب منها الايه الكاباستور بتاعي بزاويه ايه 90 درجه. يبقى هنا الراجل المحتوى قال لك هنا ايه ان المخطط الاتجاهي بتاعي، قال لي ادي الاي واحد اللي هو التيار الكلي بتاعي، وعندي هنا قال لك ايه ان هيبقى هنا اي واحد كوزاين فاي واحد بيساوي اي 2 كوزاين فاي ايه، لان هما الاثنين بقوا ايه يا اولاد نفس الزاويه، بقى نفس الايه الزاويه، الزاويه عندي بتساوي ايه بتساوي صفر. وهنا الاي سي اللي هو هيبقى عند الاي واحد ساين فاي واحد، ده قيمه مين الاي سي، مش قال لك هيساوي الاي واحد ساين فاي واحد يا اولاد من الزاويه اللي فوق، من الزاويه اللي ايه الاي سي، مش قلنا هيساوي الاي واحد ساين فاي واحد، صح يا اولاد ولا لا؟ طيب نفس القصه هنا لما يجي اي 2 فوق، بس هنا هيبقى على محور الايه الريزيستنس اللي هو الاكس اكسس بتاع الاكس ايه ده كده الواي اكسس، ده الواي ايه الواي اكسس، يبقى دايما ساين فاي معايا، الاكس اكسس بيكون دايما معاك كوزاين ايه كوزاين فاي. كوزاين ايه يا شباب؟ اذا ان انا عندي هنا ايه، ان انا عندي اي 2 هنا، اي 2 ده هيساوي اي 1 كوزاين فاي 1 كوزاين فاي ايه 2، لان الزاويه فاي 2 بقت بتساوي عندي ايه صفر، بقت بتساوي ايه صفر. ده اللي هنا هي ببساطه، ده اللي زاويه فوق زاويته كانت فاي ايه 2، صح يا ولاد ولا لا؟ يبقى انا عندي اي 2 هيساوي اي 1 كوزاين فاي 2 هيساوي اي 1 كوزاين فاي ايه كوزاين فاي 1. بعد كده احنا خدنا المره اللي فاتت، طبعا احنا هيبقى عندنا هنا جزء في مثلثات القدره اللي احنا هنجيب الباور بتاعتها. اللي هو ده انا عندي هنا ايه يا اولاد، لما اجي اجيب كوزاين فاي هيساوي البي على الاس، لما اجي اجيب الساين فاي هيساوي ايه الكيو على الاس، لما اجي اجيب التان فاي هيساوي الكيو على البي، هيساوي الكيو على ايه على البي. طبعا انا المفروض ان انا اديك اثباتات، لان انت ما انتش في معهد دلوقتي وما انتش في كليه، اديك اثباتات الباور نفسها بتيجي منين، بس ده هيبقى صعب عليك دلوقتي، وانا عايز اخش في النظريات المره اللي جايه، ابدا ادي سيفنين وابدا ادي الاناليسيز نودز ان شاء الله. يعني المساله دي احنا هنهدي او احاول انزل الباشمهندس محمد مساله يحلها لكم على الفورم فاكتور او الباور فاكتور، وهدي له مساله على الباور تريانجل دي، المسالتين هتحلهم، بالاضافه ان احنا خدنا المره اللي فاتت اللي هو ايه مجزئ الجهد ومجزئ الايه التيار، لان هبدا اخش بقى في الكومبلكس الكومبلكس سيركتس، هخش في الدوائر المركبه دوائر معقده، واحنا ادينا عليها جزء المره الايه الجزء اللي فاتت في التحويلات. طيب اديكم جزء كمان ولا كفايه؟ ده الرد المتوقع. طبعا هو يبدا يخش هنا يا اولاد، هدي المره اللي فاتت ده هبدا اخش في النظريات من اول ايه الكيرشوف ايه الكيرشوف لاي اوتس الكيرشوف ايه. انتوا النهارده ان شاء الله خلاص كده احسنتوا.